حب التجربة أو حب المعرفة بالشيء هو من دفع طفلة في سن 13 لحفظ القرآن الكريم والالتحاق بإحدى حلقاته بعد أن رأت إحدى قريباتها شرعت بحفظ كتاب الله. بديت أحفظ القرآن وأنا بالصف الأول إعدادي في مدرسة الشهيدة نعمة رسام، وعمري 13 سنة. ختمت القرآن في الصف الثاني إعدادي وعمري 14 سنة في مسجد دار القرآن الكريم على يد الأستاذة كفا الزغروري بنت عمتي. قررت أني تدخل في مسجد دار القرآن الكريم وأنا حبيت أدخل معاها. كلمت أهلي وافقوا ولم يقصروا في مساعدتي، وكان لهم دور كبير في التشجيع، وكذلك معلمة الأستاذة كفا كانت تشجعني. أمي كانت متساهلة معي كثير في خصوص مساعدتي عشان أختم المصحف، بحيث كانت يعني ما تقصرش بي بجانب خالص. كنت أي شيء أحتاج لهم ما كانش يقصروا معي، وكمان يعني أنا إذا كنت يعني فاضي أساعد أمي، يعني كان الموضوع على حسب حفظي وفراغي. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. رتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. رتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته وتعال نرتشي. منذ التحاقها بالمدرسة وبالتعليم النظامي لم تتخلف عن الترتيب الأول، هو الذكاء الذي رزقته ساعدها في حفظ القرآن قبل أن يساعدها القرآن في تسهيل المنهج الدراسي بعد الشروع في حفظه. كل منهما إذن كمل الآخر. هديت كانت طالبة ذكية جدا، كانت تحصل رغم أن بالمدرسة والتحفيظ دائما في المدرسة عن مرتبة الأولى بالفصل، وفي التحفيظ كانت تراجع باليوم ثلاثة أجزاء ما يقارب 5 أجزاء، وحفظه 6 أوجه 10 أوجه على حسب، يعني أكثر قدرتها أن تحفظ 10 أوجه في اليوم، وحفظ متقن جدا مراجعة 5 أجزاء. كانت تحفظ باليوم نص جزء مع مراجعة 5 أجزاء، كثير جدا الجزء من 20 صفحة، لكن هي كانت تحفظ نص جزء بإتقان متقن جدا. بدأت بحفظ القرآن تدريجيا من وجهين إلى 3 أوجه إلى 5 أوجه إلى 10 أوجه، وكانت مراجعتي كمان تدريجيا جزء إلى جزئين حتى إلى 5 أجزاء. حفظي كان في اليوم 5 أوجه إلى 10 أوجه، مراجعتي من 3 أجزاء إلى 5 أجزاء. فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن، أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها. تخلت هديل عن مكانها كأولى الطالبات في المدرسة في الصفين السابع والثامن لأجل القرآن، لكنها لم تتخلى عن المراكز الأولى وهي عائدة إلى ما كانت عليه كما تقول. هديل بصراحة كانت طالبة متميزة جدا، تسمع الكلام يعني أي حاجة تنفذه منضبطة بالحلقة، ما تغيبش أبدا مهما كانت الظروف، ما تغيبش اختبارات ما تغيبش تداوم، رغم أنها كانت تدرس مدرسة وبنفس الوقت تحفيظ، الصباح تروح المدرسة وبالعصر التحفيظ، بس ما كانتش تغيب مهما كان، حتى لو كان في عندي اختبارات ما تغيبش. كان انضباطي بالحلقة من الساعة 2:30 ل5:30 كانت منضبطة جدا. الأولى لأنني أنا كنت مفتحش المدرسة خالص، ما كنتش يعني شنطتي بالنادر متفتح، يعني كان اهتمامي أغلبيته بالقرآن الكريم، لأنني كنت حريصة أن أختم قبل 3 إعدادي عشان تفضله.
ما يجيش ثالث إعدادي وأني أدرس قرآن وكمان أدرس مدرسة. بعدين ثالث إعدادي وزاري، أنا حبيت أنني يعني حتى إذا كانت درجاتي بأول إعدادي وثاني إعدادي مش قوية مرة عادي، أهم شيء أنه يجي ثالث إعدادي وأنا كملت. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوى. منذ إتمامها لحفظ كتاب الله قبل عام من الآن لم تترك هذا المركز ولن تتركه قبل أن تصل إلى هدف رسمته بعد تذوق طعم القرآن الكريم. أنوي بعد ما أخذ الإجازة إن شاء الله القراءات أكون مدرسة، مدرسة للطالبات، يعني أحب أخذ أجر من الله تعالى بعد ما يعني بعد ما أخذ الإجازات ويزيد علمي بالقرآن الكريم إن شاء الله أطلع مدرسة. أكثر يعني قارئة أتأثر فيه هو سعد الغامدي، وكمان يعني أتأثرت كثير الأستاذة حقي أستاذتي كفاء صحبته في الحلقة، طالبات بنت عمه وبنت من الحلقة أخلاقيتهن تمام. أما في المدرسة زميلتي أبرار وزميلتي أسماء وهما أيضا من حفاظ القرآن، هذا زميلتي في المدرسة. الكل محبوبة لدى الجميع في الحلقة والكل يحبه. صديقاتي زادت ثقتهن في بي لما ختمت القرآن كثير، وكمان يعني إحنا نتناصح فيما بيننا، يعني أعطي لهم شيء أعطي لي شيء حاجة عادية. هوايتي المطالعة وقراءة الروايات والقراءة رغم أنه ما فيش وقت. أغلب يعني الكتب اللي قرأها كتب عن الصحابة والرسول وكتب دينية. أما الروايات مثل دموع على سفوح المجد يعني هذا نادر ما قرأ كتب. كل اهتمامي كان بالقرآن. ريحان يا حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. تقول بأن القرآن الكريم غير لديها الكثير من القناعات والمفاهيم وربما أوصلها إلى النضج باكرا. برنامجي في رمضان تلاوة القرآن الكريم ومراجعته أكثر من أي وقت مضى، على الرغم من أنه رمضان مش يعني رغم أنه شهر القرآن لكن يلزم علينا قراءة القرآن في جميع أوقات السنة لأنه دستور للحياة، فيجب علينا قراءة القرآن وعدم هجره. فرض الصيام في شهر رمضان لكي كل منا يحس بالآخر، حتى الغني يحس بالفقير ويشعر بمعاناته، فيجب علينا التراحم والتعاطف في شهر رمضان. بعد ما حفظت القرآن في حاجات تغير الشخص كثير، وهي تغيرت فعلا كثير بعد حفظها القرآن بصراحة. ما فيش حاجة مضايقني كانت منه، بس سبحان الله في حاجات لازم تتعدل من النفس. أنا ما لاحظتش عليه، بس هي أكيد غيرت بنفسي حاجة بعد حفظ القرآن. هذا ملاحظ من بين الطالبات لأنه أكثر اختلاطا في بين الطالبات مش أنا. حسيت إنه لما ختمت أبي وأمي أصبحوا يفتخروا في بي، أصبحت حاجة كبيرة عندهم. من قبل ما كنتش حاسب كثير على تصرفاتي، أما الآن يعني حتى إذا فعلت خطأ حاسب نفسي عليه. استفدت من القرآن كثير، من يعني غيرت في نفسيتي كلها. آياته واضمأ إلى صفحاته، وتعالى نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. رتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته، وتعالى نرتشي في الضياء. أخذت من القرآن كل ما تستطيع أخذه، وأخذ منها القرآن كل ما تملك من وقت.
باستثناء القليل من الواجبات وأحيانا القليل من ضرورات العصر. المسجد دوامه يعني ممكن نص إلى 5:30، أما بعدين أنا قلت أسمع على طول، أما أبي أمي قد إنه أسمع لهم أو يعني نلاقي مع بعض، لكن إنني أدرسهم هذا يحتاج له دخول حلقة أصلا. بالنادر أني مفتاح التلفزيون، لكن الإنترنت أفتحه، صفحة الفيسبوك في حاجات مفيدة فيه أستفيد، وكمان أتواصل مع صديقاتي. أكثر حاجة يهم دراسته، تفوقه بالمدرسة حتى لو جلست مع أهله نص ساعة بالكثير، ما تجلس كثير مع أهله، هم حفظ ومراجعة وتفوقه، حريصة جدا على درجاته. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. تكبر هديل وتكبر معها البراءة وشقاوة الطفولة أيضا. توقفنا كثيرا حال التسجيل معها لأنها لم تقاوم الضحكة، وهي معروفة بذلك لدى كل زميلاتها هنا. والروح والريحان يا دائما ترتيل للذكر والتنزيل. لهديل الطفلة طموح امرأة كبيرة، ولبراءتها مسؤولية جعلت المدرسة تثق بها كثيرا وتعتمد عليها في القيام بتدريس الحلقة أحيانا رغم سنها الصغير. إذا حصل لي ظروف إني أغيب أتصل لهديل إنها تمسك الحلقة، وما شاء الله أعتمد عليه لأنه ما تعديش الطالبات بكل سهولة، يعني خطأ واضح خلاص توقف الطالب عن الحفظ والمراجعة. ليش؟ لأنه هذا ما يرضيش إنها تخلى الطالبة تواصل، يعني مهما كان علاقتها في به إنها تمام بس ما تخلش تواصل، يعني زعلت ما زعلتش عادي، أهم شيء غلطت خلاص تعطي له حق إنه واقف ما ترضي تسمع له، فهذا إني خليني أعتمد عليه إني تمسك الحلقة. صح إنك تداوم على مراجعة كتاب الله وأن تتخلق بالقرآن الكريم. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. من أكثر الأشياء التي ميزت هديل إلى جانب تفوقها إلى جانب الذكاء الذي تتمتع به، هي طبعا في المدرسة قبل أن تدرس القرآن الكريم كانت الأولى لأنها ذكية بالفطنة، إلى جانب الذكاء والفطنة ما ميزها هي أنها هي من اختارت ضرب القرآن الكريم واختارت التحفيظ. أهلها أو أهلها باركوا هذه الخطوة، هي من اقترحت على أهلها هذا أولا. كان لديها هدف أن تختم القرآن الكريم قبل اختبارات الصف الثالث الإعدادي أو الصف التاسع، بالفعل أتمت القرآن الكريم قبل هذه المرحلة كما قررت لنفسها، نحن الآن نسجل قبل الامتحانات بالطبع. أيضا يميز هديل بأنها إلى جانب شقاوتها الابتسامة لا تفارقها دائما، ربما ذلك أخلاق القرآن الكريم التي يجعلها دائما مبتسمة للناس غير غاضبة على أحد، ولذلك تتمتع بحب كبير من قبل صديقاتها الموجودات هنا. نتمنى لك التوفيق هديل، نتمنى إن شاء الله تكوني دكتورة زي ما حلمتي، تكوني مدرسة كمان زي ما حلمتي، بس تكوني قد خفيتي شوية من الضحك إن شاء الله. طيب تفضلي، هذه هدية من قناة سعيدة، تفضلي، تفضلي، توفيق.